انا جيت مقطع ثاني الاخوان، حنا رجعنا بمقطع ثاني ان شاء الله يا ربي. نتمنى يعجبكم المقطع الاولاني. الا كنتي باقي ما تفرجتيش المقطع الاولاني، ها هو فين هو المقطع الاولاني. ها هي واحد اللعبه بايطه هنايا، هاي دازت، هذا هو المقطع الاولاني. كاين المقطع الثاني هو هذا. الا كان خصك المقطع الاولاني ها هو هنايا، ولا في صندوق الوصف، او لا في اول تعليق. ولا كنتي باقي ما تدخلش عندي انستغرام، هو صالون بدرو بوان 40 نقطه 40. مرحبا بك عندي في انستغرام، شي حاجه واعره بزاف كنزلها تما، شي تصاور كنزلو مزيونين، شي ستوريز كنشارك مع الناس بزاف الحاجات. كاين واحد المسابقه، مرحبا بك. المهم كمل الفيديو ديالك الجزء الثاني باش ما نطولش عليك. لاحظوا معايا الفرق ديال 1.5 الدرجه اللي طايحه هنايا مع الفرق اللي كاين هنا. لاحظتوا معنا الاخوان؟ ها شوف هذه باقا ما طايحاش، واتجاه اخر طايحه. انا نوريكم عاد كيفاش طيح الدرجه، ركز معايا. ها هي باقي معنا واحد هنايا، ها ونص معاه. ها هي لو كنتي باقي ما عملتي شي واحد لايك واحد كومونتير، او دعمل واحد لايك واحد كومونتير باش الفيديو ديالنا يطلع عند الناس الجدادين اللي باقي ما مابونيش معنا، باش نكبروا العائله ديالنا حتى وصلنا 52 الف مشترك. وان شاء الله يا ربي بفضل ديالكم نقدر نوصل 100 الف. الا كنتو بغيتو تعملوا لنا كومونتيرات ولايك باش نوصلوا اكبر عدد ديال المشاركين. المهم ها كيفاش تخدم بواحد ونص، دائما ضغط مزيان كاين الخط وخطف، ضغط مزيان وخطف. دابا انا وقف يدي مزيان، ها هي دابا نعمل تقريبا واحد ما بين ها واحد وها زير ونص في الوسط ديالها باش نطيح ديك الخط وصافي. حيتاش كاين بعض الشعر ما كيطيحش، عاود كنهبط شويه. يعني انا كنلعب تما، الا عملت ديت شوف، الا عملت واحد زير ونص واحد ما بين واحد بين واحد وواحد ونص، الا شتي عملتي هادشي هذا وباقي طلع تقريبا واحد وشوف. يعني عينك ميزانك، يعني عينك ميزانك، يعني شتي الدرجه طاحت لك مزيانه، ماشي هادشي تزيد كح. لاحظتوا معايا الدرجه طاحت وقتشي، بقى الدرجه غير هنا، ها هي فين هي الا كتبان لكم. هادي عاون طيحوها بهذه الطريقه هادي بواحد ونص، واحد ونص بالاختفاض اخوان، الله يجازيكم بخير، ركزوا معايا، واحد ونص بالاختفاض. ها هي تقريبا واحد، ها هي ما بين واحد وواحد ونص. ما كنغشكمش الدراري، يعني اللي كاين كنوريه لكم مره. كاين بزاف ديال الناس كنشوفهم كيخبعوا عليكم بعض السر ديال الحاجات، ولكن علاش كما تعلمتي علم واحد اخر طريقه صحيحه، ما تخبع له والو. انا ما كنمونتي ما كنخبع ما حتى شي حاجه، كما فيديو هو كنشاركو مع بعضيتو وكننزلو صافي. لاحظوا معايا تقريبا واحد، ها هي ملي كنضرب راه كنوري لكم الاخوان باش ما تقولوش انا ما كنوريكم والو. غنجيبو جوج ديال الموزار باش نزيدهم فيني، كل سالينا بالواحد ها نفيني واحد. دابا كتقول اه كيفاش انا طلعت جوج موزار وتينا قبيلتي عملتي جوج كبيره؟ لا هي تينا غير خطف، عاصف الى بقات لك شي حاجه هنايا طيحها بالمشطة ومقص. انا نوريكم كيفاش تعملوا طيحوه. ها هي بجوج ديال الموزه، جوج ونص ديال الموزه، اولا جوج ونص صغيره المهم باش ما تخرقوش. ها هي اخوان عمل جوج صغيره، جوج صغيره انا كنأكد لكم، جوج ونص صغيره ها هي انا كنأكد لكم حتى هي. غنكونو سارينا الدرجة ديالنا الإخوان،
هي وقع واحد الحاجه اللي ما كيوريها لكم شي بنادم كامل، انا نوريها لكم دابا دابا دابا. المهم الاخوان كونوا اي درجه عملتيها لا بزيرو ولا بزيرو ونص ولا بالواحد ولا بالواحد ونص ولا بجوج دائما اتهود واحد الدرجه. مثلا نقول لكم عملنا واحد ضربنا واحد طيحنا الدرجه كامله، هاد الشعر اللي كيكون هنا اللي كيبقى هنايا لاحظوا معايا هاد الزغب اللي كيكون هنايا ها هو كامل هنايا. دابا نكون عملنا واحد ونص خصنا نضربو زيرو ونص باش كتفينا الدرجه باش كتي واحد الجماليه واعره بزاف ديال الديكراتي. انا شرحتكم مثال ياك، الا عملنا زيرو ونص عاو كنهاودو نعملو ماشي زيرو كامل 0.25 يعني كنا عملنا 0.5 غنعملو 0.25 وغنحكوها بحال اللي عملنا الطريقه من الواحد 0.5 غنعملوها هيك. الا عملنا 1.5 عملنا ضربنا بالواحد ونص غنعملوها بالواحد من تحت كامله. عملنا جوج انا هادو نعملو 1.5 من تحت عاو كامله وهي ماشيه. اي درجه عملتيها من تحت ولو درجه اللي قل منا عملها من تحت من غير كوتيه، يعني ما كاينش شي حاجه تقل منا من غير كوتيه. المهم الاخوان غنعملو 0.5 ديالنا كامله باش كدي واحد الجماليه واعره بزاف بزاف. لاحظوا معايا الفرق، لاحظوا معايا الفرق كيفاش جاز دابا واحد الجماليه واعره بزاف. كدي الديكرادي كيرجع الديكرادي مزيون بزاف كيعطي النظره اللي انما هي حسنه فينيا بزاف هو. حاول هي تخطف ما تغرقش يدك باش ما تعملش واحد الدرجه اخرى، يعني ما حد قلتي انا راقي مبتدئ يعني باقي ما شبلتي شي ماكينه في يدك مزيان راه تقدر تعمل واحد ديفو اخر، يعني حاولي تخطفي بحال هاد الطريقه هذه. لاحظتوا معايا كيفاش الجماليه بدات كتدي حسنه واعره بزاف، ما كاينش الاثر كتزيد تصفى. لاحظوا معايا لاحظوا شوف 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 شو واحد الجماليه كيفاش كتستوي باقي ما ساليناش الحسنه باقي ما عملناش مشطل مقاس هنايا وشو واحد الجماليه في الديكراتي. شوف حطوا معايا واحد الجماليه واعره بزاف الاخوان، ما كاينش الخط ما كاينش شي حاجه مره. شوف لاحظتوا معايا، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا وخليكم مع مشطه مقاس نطيحوا هذا الزغب هذا اللي هنايا وخليكم معاه. قبل ما نضربوا الخوت مشطه مقاس خصنا ضروري الزيزوار نضربوا الثور كامله حيت حتى هي كتدي واحد الجماليه واعره بزاف. هانتوما تلاحظوا معايا كيفاش. اول حاجه من هنايا جبد من هنايا، شوف اول حاجه من تحت اولا من فوق شفتي انا المش ما بغيتي موراها جبد شويه هي اصلا كتعطيك العبر مي كتضرب هنايا وهنايا كتديك واحد الدوره سهله بزاف. الناس اللي كتحرف لها في الصور ها هي فيديو عملتكم فيديو فيه بزاف المعلومات في فيديو واحد. حاول ما تصافيش بالعكس حيت يقدر يسيل الدم من هنايا عاود كتشبر من هنايا غير بالراس مي ضرب من هنايا. شوف هادي عندك تقدر تضرب اللحيه ديال الكليان اولا تجرح كليان، يعني وقف يدك شويه من هنايا اخوان عنده الزغب واقف بزاف، يعني حاول تطلع معاه بهذه الطريقه هادي. ها هي نكونو طراسيناها غنمشيو مع بهذه الطريقه هادي وغنمشيو معاها كامله هكا. العنق ما كيتصفاش الاخوان من هنايا، الله يجازيكم بخير العنق ما كيتصفاش حيتاش كي راه كيسيل الدم، يعني الناس اللي كتصفي راه ما خصهاش يتصفي. نجيو من هنايا نخدمو هكذا بهذه الطريقه هادي بهاد الطريقة هادي من هنايا ساهلة عاوتاني غنخدمو بهاد الطريقة هادي أول حاجة موراها تاني حاجة بهاد الطريقة هادي
وهي اصلا عدتنا العبار نيش. هاي فين يا اخوان؟ وهذه الطريقه هذه ماشي بحال طريقه اخرى قينا هودين معها. هيدا هيدا ما تقدرش كتقلب موس بهذه الطريقه هذه. كتعود هيدا هنا الزغطة على مشان حطرها مع شوية هيدا همشو معها كاملة هيداك. دابا من هنايا في الوسط يعني ما تبداش من يمين أو شمال، أول حاجة هتبدا من الوسط. مي كتبدا الوسط كتك العبارة يا إما تبدا الشمال إما تبدا من اليمين. شفتينا باش ما بغيتي. ها هي الاخوان نكونوا سالينها. ها مشطة غليطة الاخوان ضروري ومقص بهذه الطريقة هذه. غرس الماكينة هو مشطة عفوا وخطف تا مشطة ومقص فيها الخطيفة الاخوان ضروري. حاول ما تقطعش بزاف باش ما تعملش الديفوس، قطع غير الريوس وتينا ماشي سينا كتدخلي بالريش بشويه 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 وكتمشط عينك ميزانك يعني كتشوف شني نقصتي. يعني نقصنا هنايا باقي شويه من تحت كندخل مزيان هيدا هاو هاد الاتجاه هذا هاد الاتجاه هذا. ها هي الاخوان كلو سالينها باقي لنا من هاد الاتجاه هذا. ساهله والله ما كاين شي حاجه كاين شي صعوبه مره. هاهي ندورو الاتجاه هذا هاهي فين هي نشدو الشعر هكا هاهي فين هي الخط هذا خصو يزول الخط هذا خصو يزول. هاديك غير تمشي تفعل هكدا وتمشي نيشان ضروري تفزق الماء الإخوان. راه أنا فزقت الماء عندك يصحابكم راه ما فزقتش راه فزقت الماء حيتاش ما كنبغي يعني حركه بسيطه ما كنبغيش نوريها لكم حتى هي باش ما نطولش عليكم فيديو بزاف يجي طويل حيتاش قليل 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 اللي يكمل الفيديو كامل. كنحاول نختصر لكم وصافي كنعطيكم الحاجات اللي مهمين ضروري خصك تعملهم. غنكونوا ضربنا بالجنب اليمين والجنب اليسار بقى بالوسط دار الوسط هي شويه حيتاش كيخلي الشعر من هنايا يعني شي حاجه قليله وصافي. يعني هي الريوس ديالها ما تضربش بمقص بزاف يعني هي الريوس باش تعرف شني كتقطع يعني كتضرب ومشط ضرب ومشط هيدا كتشوف شني باقي خصك وعينك على المرايه يعني كتضرب وكتسالي وكتشوف المرايه واش داكشي هو هذاك لا باقي خصنا شي حاجه. غنكونو سريعين الاخوان حسنا.